ننتقل الآن إلى الدقيقة 51 من الحلقة السادسة، نسمع ما قال كمال حيدري. تعبير غير مؤدب، أنت تتكلم عن أمير المؤمنين، بحسب اعتقادك تتكلم عن الخليفة الرابع من خلفاء المسلمين، وهو الخليفة الأول من خلفاء المسلمين بلا شك، الخلفاء الذين قال خلفائي الخلفاء المهديين من بعدي، هاي روايات الخلفاء المهديين من بعدي اللي وردت في المصادر الفريقين، هذه مو إشارة إلى الخلفاء الأربعة، هذه إشارة إلى الروايات التي تواترت قالت الخلفاء من بعدي ماذا؟ 12، هذه لا علاقة لها بالخلفاء، ولكن مع الأسف الشديد أنه فسرت بذلك التفسير الخاطئ. طيب أقول إخواني الكرام، أقول أن الرد على هذا الكلام أيضا من وجهين. أولا أن كمال حيدري لم يصدق في قوله هذا، ذلك أن حديث الخلفاء المهديين كان في الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عنهم أجمعين، ودليل على هذا حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك، تاريخ مدينة دمشق الجزء 39 صفحة 215، وثلاثين سنة هي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا أولا. ثانيا أن الحسن بن علي رضي الله عنه من كتب الاثنى عشرية كان يعتبر الخلافة الراشدة هي خلافة كل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، حيث ينقل الأربلي في كتابه كشف الغمة الصلح الذي كان بين الحسن ومعاوية رضي الله عنهما فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح عليه الحسن بن علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان، صالحه على أن يسلم إليه ولاية أمر المسلمين على أن يعمل فيها بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين المصدر كشف الغمة للأربلي الجزء الثاني صفحة 139. لكن الغريب نجد أن كمال حيدري يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الحسين بن علي وعلى المسلمين، لا ندري ما هو سبب هذا الكذب. نقول لكل شيعي، رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن رضي الله عنه يقولان بشيء والحسن يقول بشيء آخر، فمن تصدق؟ والحمد لله رب العالمين.